الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. بالأمس أخذنا مقدمة جغرافية تاريخية عن خيبر، نتحدث هذا اليوم عن وصف بعض الأوضاع التي كانت سائدة في المدينة المنورة قبل الغزوة، ثم بعد ذلك نتحدث عن أسباب الغزوة، ونتحدث أيضا عن استعدادات النبي صلى الله عليه وآله وردة فعل اليهود في مقابل هذه الاستعدادات، مع قضايا أخرى إن شاء الله ستكون تطرح يعني بالتبع. أولا بالنسبة لوصف الأوضاع ما قبل الغزوة، احنا غزوة خيبر نتكلم عن سنة 7 هجرية، وبالتالي السنة السادسة انتهت بمجموعة من الإنجازات. هذه الإنجازات كان لها أثر كبير في تقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إنجاز هذا الأمر وهو غزوة خيبر. أول قضية مهمة تطالعنا هنا هي صلح الحديبية. الأمر الآخر غزوة بني المصطلق. بني المصطلق طبعا ذيلا من الأعراب اللي كانوا قريبين من المدينة المنورة، غزاهم النبي صلى الله عليه وآله وأيضا حقق انتصار في هذه الغزوة. على أثر صلح الحديبية وعلى أثر غزوة بني المصطلق بدأت قريش تدخل في الإسلام طبعا بشكل أفراد، ولكن حصل حالة من الإقبال على الإسلام في هذه الفترة بعد صلح الحديبية، خصوصا بدأ قسم من أهل مكة يدخلون في الإسلام، يهاجرون إلى المدينة ويدخلون في الإسلام. لاحظ هذا النص الذي يرويه ابن هشام عن الزهري في السيرة النبوية. ابن هشام ذكرناه أمس، ابن هشام الحميري صاحب السيرة النبوية المعروفة، يقول: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحديبية. طبعا هنا ما في معركة، كان هناك صلح، لكن هو فتح بحيث أعطى نتائج عظيمة جدا. إنما كان القتال حيث التقى الناس، يعني كلما كان هناك بين النبي صلى الله عليه وآله وبين قريش مواجهة كان دائما أكو قتال. في أجواء القتال لا تستطيع أن توصل للطرف الآخر رسالتك ودعوتك، ولا تستطيع أن تفتح قلوب الناس للهداية إلى الدين، وبالتالي الجو المتشنج اللي كان حاكم العلاقة، يريد أن يقول هكذا، الجو المتشنج الذي كان حاكما العلاقة بين قريش وبين المسلمين كان يمنع بعض الناس من الدخول في الإسلام. ولما كانت الهدنة بالصلح ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس، كلم بعضهم بعض المسلمين، قاموا يكلمون ذيلة وذيلة قاموا يكلمون المسلمين، وبالتالي صار حالة من الانفتاح على الإسلام، والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة، ولم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا في تلك المدة إلا دخل فيه. كل واحد شوية كان يعرضون عليه الإسلام من أهل مكة، شوية كان عنده عقل، شوية عنده إنصاف، إلا وكان يقبل الإسلام ويدخل فيه. ولقد دخل في تينك السنتين، يقصد ما بين صلح الحديبية إلى فتح مكة. فتح مكة سنة 8، صلح الحديبية سنة 6. في هالفترة هالسنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. يعني جهود كم سنة؟ إحنا نتكلم 13 سنة زائد جهود 6-7 سنوات، هذا حدود 20 سنة من الدعوة إلى الإسلام اللي دخلوا بهالسنتين بمقدار أو أكثر من اللي دخلوا في الإسلام في غضون 20 سنة. وبالتالي يريد أن يقول بأن هذا الصلح كان له الأثر الكبير، وبالتالي في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وآله يشعر بارتياح، يستطيع من خلاله أن يخطو خطوة جديدة باتجاه اليهود، يهود خيبر. ابن هشام يعلق على الكلمة السابقة للزهري، يقول: والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى الحديبية في 1400، في قول جابر بن عبد الله لمن راحوا إلى مكة في الصلح
كان عددهم بحدود 1400، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في 10,000. شوف فرق الرقم وين، من 1400 بين 1000، ناس يقولون 1000، ناس يقولون 1100، ناس يقولون 1400، إلى 10,000، النسبة جدا كبيرة. من أهم نتائج صلح الحديبية وبعض السرايا، أيضا غزوات صغيرة كانت تحدث، النبي يرسلها إلى بعض المناطق المجاورة والقريبة من المدينة، شمال شرق جنوب، وبعض السرايا أنها أمنت بنسبة كبيرة المنطقة الجنوبية للمدينة المنورة، مكة تحت المدينة جنوب المدينة، فهذه المنطقة الجنوبية من خلال الصلح وهذه السرايا تأمنت، فأفسحت المجال ليتفرغ النبي صلى الله عليه وآله لتأمين المنطقة الشمالية ومنها خيبر مثل ما شفنا بالخريطة أمس. شنو الأخطار اللي ممكن النبي صلى الله عليه وآله هني تواجهه من الجهة الشمالية؟ اليهود في خيبر وفدك وتيماء ووادي القرى، الروم والفرس، هذا كله اتجاه أي حركة عسكرية ستكون من الشمال، وبالتالي النبي صلى الله عليه وآله انتهى من القسم الجنوبي أمن بنحو ما، يبدأ الآن ينظر إلى المنطقة الشمالية. وعلى أثر ذلك قرر النبي صلى الله عليه وآله القضاء على قوة اليهود اللي بالأصل هم كان عندهم حركة تمرد وتآمر على النبي صلى الله عليه وآله، 3 مرات في المدينة مع بني قينقاع بني قريظة بني النضير. الآن لما انتقلوا ذيل الفلول راحوا إلى خيبر، أيضا كانت هناك بعض التحرشات وبعض الأخبار تصل للنبي صلى الله عليه وآله أن الجماعة ذيلا ما هم قاعدين راحة، أن عندهم حركة ما. أيضا النبي صلى الله عليه وآله عنده حركة باتجاه الشمال أكثر، اللي هي الملوك العرب وأيضا يعني كسرى فارس قيصر الروم، وهكذا هناك مجموعة من الجهات اللي كان ممكن أنها تهدد أمن الدولة الإسلامية، فالنبي صلى الله عليه وآله أرسل البعوث إليهم كما تطرقنا إلى ذلك في بحث سابق في سنة سابقة. لاحظ هنا المدينة المنورة، فإذا هذه المنطقة الجنوبية تأمنت بنحو ما، يبقى أن النبي صلى الله عليه وآله يعالج أمن هذه المنطقة. تاريخ الغزوة متى كانت بالضبط؟ طبعا ما في اختلاف أن الغزوة سنة 7 هجرية اللي هي سنة 628 ميلادية، لكن الخلاف في الشهر. قسم قالوا بأنه النبي صلى الله عليه وآله خرج في بقية من محرم، يعني مو أول محرم، مثلا خلينا نقول في النص من محرم، بعد النص من محرم من سنة 7 هجرية، يعني بداية السنة شهر محرم أول السنة، فبداية سنة 7 هجرية، يعني إذا بنطابقه مع الميلادي في ذلك الزمان بحدود شهر 5 مايو يعني إلى شهر 6 يونيو، في هالفترة النبي صلى الله عليه وآله غزا خيبر. الرأي الآخر يقول لا، خرج في صفر، إذا صفر فإحنا دخلنا في ما بعد 10 من شهر يونيو. ورأي ثالث يقول في ربيع الأول، يعني بعد 10 من شهر يوليو مثل شهرنا هذا. وأكو رأي شوية بعيد عنا من حيث يعني الناحية الزمنية، اللي هو شهر 9 جمادى الأولى من شهر من سنة 7 هجرية، يعني أوائل شهر سبتمبر شهر 9، فإذا شوية دخلنا بالجو البارد، هناك كان الجو حار جدا عز الصيف، هني دخلنا بالجو البارد. المشكلة أن لما تقرأ النصوص هي أيضا ما تحسم لك الرأي هذا، يعني مرة احنا درسنا إحدى الغزوات شفنا أن النصوص تساعد على تحديد التاريخ، لكن هني شوية أكو تضارب بالنصوص من بعض الرواة، تعطي قرائن أكثرها تمشي مع عز الحر عز الصيف، أكثرها مع شهر 6-7، لكن أكو أيضا نص أو أكثر يدل على أنه كان أكو شوية يعني هواء بارد كذا، فهذا قد يكون بالليل يصير في شهر 9، بالتالي قد يكون الرأي الأخير حسب هذا النص أنسب، لكن ما نقدر نحدد ونحسم الموضوع بشكل دقيق وما يهمنا وايد الآن، لكن راح نشوف من خلال استعراض النصوص شلون بعض الدلالات تبين متى كان وقت الغزوة.
تفصيل أسباب الغزوة ليش حصلت. أولاً التكتل اليهودي بلغ أوجه في خيبر من حيث العدة والسلاح والتحصينات، خاصة بعد طرد يهود بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع من المدينة. فإذا كان أكو تكتل صاير جديد، هذا التكتل مو مريح لأن لا سوابق. عقد اليهود لتحالفات مع بعض القبائل العربية القريبة من خيبر، غطفان قسم منهم اتحالفوا وغيرهم أيضا، بس أهم شيء غطفان كانت قوية عددها كبير. النبي راح يواجهها بعدين في سنة 8 هجرية ودرسنا هذا في غزوة حنين. غطفان عقدت تحالف مع يهود خيبر، وعلى أساس أن يقبضون في مقابل هذا التحالف شيء من غلات خيبر، وبالتالي هذا ما كان مريح بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله أن ممكن يشجعهم هذا على غزو المدينة. قال الواقدي في مغازيه: وكان يهود خيبر لا يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وآله يغزوهم لمنعتهم في حصونهم وسلاحهم وعددهم، فكانوا يخرجون كل يوم 10,000 مقاتل، كل يوم استعراض عسكري يسوون للقوة، صفوفا يصطفون صفوف كمارش عسكري، يطلعون كل يوم الصبح استعراض قوة يرتبون أمورهم العسكرية، ثم يقولون محمد يغزونا صلى الله عليه وآله. هيهات هيهات، راح يمر علينا هالنص أكثر من مرة ويبين أن كان هالكلام يوصل للنبي، كان أكو ناس يوصلون هالكلام للنبي صلى الله عليه وآله بأن أكو مثل هذا الأمر. هيهات هيهات، يعني بعد أن يغزونا النبي صلى الله عليه وآله أن يغزوهم في عقر دارهم. وكان من كان بالمدينة من اليهود يقولون حين تجهز النبي صلى الله عليه وآله إلى خيبر لمن أراد الغزو، ما كان اليهود البقايا اللي موجودين في المدينة، وكان للحين ذيلا مو خاينين المواثيق لكن موجودين كأفراد عايشين في المجتمع المدني، كانوا يبثون هالكلام: ما أمنع والله خيبر منكم. خيبر بشكل كبير منيعة وحصينة بحيث ما تقدرون أن تتحققون أي شيء في مقابلها. لو رأيتم خيبر وحصونها ورجالها لرجعتم قبل أن تصلوا إليهم. طبعا هذا المفروض هالكلام يعني ثبط من عزيمة أي عسكري أن أنت تبث في قلب الرعب. فاليهود حتى هذيل الموادعين للمسلمين في المدينة مو قاعدين راحة، يعني حتى هذيل عندهم حالة من الخبث اللي يحاولون يثبطون العزائم. بالنتيجة أنا وأخي على ابن عمي مثل ما يقولون، وأنا وأخي وابن عمي على العدو على الغريب. فهني بهالنفس كانوا هذيل يتحركون في المدينة لما شافوا النبي يستعد. لو رأيتم خيبر وحصونها ورجالها لرجعتم قبل أن تصلوا إليهم حصون شامخات في ذرى الجبال، في قمم الجبال، والماء فيها واتن. أنت المنطقة اللي هي تسوي لها حصن والناس يتحصنون داخلها يبون مواد غذائية ويبون ماء حتى يستمرون في صمودهم، أما إذا قطعت الماء وقطعت عنهم الأكل راح يستسلمون بعد مدة حتى بدون قتال. فهني قاعد يقولوا لهم إذا أنتم تفكرون بأن ماي ما راح يحصلون، لا، الماء عندهم دائم مستمر بحيث وهم في الحصار عندهم منابع ماي داخل. إن بخيبر لألف دارع ما كانت أسد، قبيلة أسد، وغطفان يمتنعون من العرب قاطبة إلا بهم. يعني هالقبائل العربية أحياناً كانت تستعين بالقوة اليهودية هذه في مقابل أعدائها، فبالتالي هم بهالشكل اللي باثين الثقة في نفوس هالعرب بأن يقدرون أنهم يصمدون ويواجهون ويقاتلون. أنتوا ش عندكم تقاتلونهم؟ شنو عندكم إمكانيات؟ فأنتم تطيقون خيبر؟ فجعلوا يوحون بذلك إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. بوادر استعداد اليهود لعمل عدائي جديد ضد المسلمين، هذا سبب آخر يخلي النبي صلى الله عليه وآله يعني يبادرهم بالغزوة. نشوف هذا النص أيضا في مغازي الواقدي:
يقول لما قتلت بنو قريظة قدم حسين بن نوير الأشجعي خيبر، قد سار يومين ويهود بني النضير هذيل موجودين كانوا في خيبر، سلام بن مشكم هذيل كباريتهم من المقاتلين ومن ذوي الرأي، سلام بن مشكم كنان بن الربيع بن أبي الحقيق ويهود خيبر هذيل كلهم موجودين جلوس في ناديهم يتحسبون خبر قريظة سنة 5 هجرية، قد بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد حصرهم وهم يتوقعون ما هو كائن، فقالوا ما وراءك أنت يا حسين اللي جاي لنا، شو عندك خبر؟ قال الشر، أخبار سيئة، قتلت مقاتلة قريظة صبرا بالسيف، استسلموا ثم أعدموا. قال كنانة ما فعل حيي؟ حيي بن أخطب هذا من قادتهم، شو سوى؟ قال حسين حيي قد طاح، ضربت عنقه صبرا، هذا واحد من كباريتهم من أبطالهم، وقتل أيضا. وجعل يخبرهم عن سراتهم عن قادتهم كعب بن أسد غزال بن سموأل نباش بن قيس أنه حضرهم وهو بعينه شاف قتلوا بين يدي محمد صلى الله عليه وآله، هذا طبعا بعد استسلامهم. قال سلام بن مشكم هذا كله عمل حيي بن أخطب، هذه مشورته إنه يبي يتحرش بالنبي، إنه يبي يسوي ويسوي، وكان يتصور إنه يقدر يقاوم، ورط نفسه ورط جماعته وأخرته هو أكلها. شأمنا أولا، ياب لنا الشؤم إحنا، وشوف إحنا شنو حالنا الآن موجودين في خيبر، وهو بعدين لحق الشؤم وانقتل. وخالفنا في الرأي فأخرجنا من أموالنا وشرفنا وقتل إخواننا. وأشد من القتل سباء الذرية، إن عيالنا ونسائنا يصيرون شنو؟ سبايا بيد المسلمين. لا قامت يهودية، يعني دين اليهودية، بالحجاز أبدا. يعني كلمة سمعنا كلام هذا حيي طحنا من مشكلة إلى مشكلة، وبالنتيجة لن تقوم قائمة لليهودية. ليس لليهود عزم ولا رأي. قالوا وبلغ النساء، لما سمعوا ايش صار في قريظة النساء اللي موجودين في خيبر، فصيحنا وشققنا الجيوب وجززنا الشعور وأقمنا المآتم، وضوى إليهن نساء العرب من القبائل العربية اللي كانت بالقرب من خيبر موجودين زائرين جايين يتبضعون أيا كان، حتى نساء القبائل العربية دشوا معها النساء وصاروا يلطمون ويقصون شعرهم جز الشعر وشق الجيوب إلى آخره. وفزعت اليهود إلى سلام بن مشكم فقالوا فمن رأي أبا عمرو، ويقال أبا الحكم وليس أبا العمرو. قال وما تصنعون برأي لا تأخذون منه حرفا، أنتم لو تسمعون الكلام من الأول شا ما وصلنا لهذا الرأي، أنا ماني مشاير عليكم. قال كنانة ليس هذا بحين عتاب، قد صار الأمر إلى ما ترى، الآن يرد ويعطيهم الرأي. قال محمد صلى الله عليه وآله قد فرغ من يهود يثرب وهو سائر إليكم، أنا رأيي كذي إنه راح يغزوكم، فنازل بساحتكم وصانع بكم ما صنع ببني قريظة. قالوا فما الرأي؟ قال نسير إليه بمن معنا من يهود خيبر فلهم عدد، ونستجلب يهود تيماء وفدك ووادي القرى، ولا نستعين بأحد من العرب، ما نبي القبائل العربية، فقد رأيتم. ليش؟ في غزوة الخندق كان أكو تحالف بين الأحزاب وبين يهود بني قريظة على أساس يساندون بعض، اليهود يفتحون لهم منفذ جنوبي، وأيضا يصير اليهود يغزون المدينة من الجنوب متى ما صارت ساعة الصفر، والعرب طبعا يهجمون من الشمال الأحزاب. بعدين إن لما صار الخندق والحصار وفشلوا الأحزاب، فشلت في مهاجمة المدينة، أكو قول تاريخي بأن الرسول عرض عليهم قال لهم أعطيكم تمر وروحوا هدونا فكونا، فهذيل هم الأعراب اللي موجودين من الأحزاب بعضهم خذوا شنو من هذا التمر وراحوا فلوا الأحزاب، فظلوا قريش وكذا، بعد شافوا ماكو فايدة رجعوا، وكانت هزيمتهم بهالشكل. ثم استفرد النبي ببني قريظة فيقول لهم هذا،
فقد رأيتم في غزوة الخندق ما صنعت بكم العرب بعد أن شرطتم لهم تمر خيبر. أنتوا قسم من الأحزاب هذه كنتوا قلتوا لهم نعطيكم من محاصيل التمر في خيبر وتشاركون الأحزاب وإحنا نساندكم ضد محمد صلى الله عليه وآله. نقضوا ذلك وخذلوكم وطلبوا من محمد بعض تمر الأوس والخزرج. خذوا شوية تركوا اللي كنا بنعطيهم، خذوا هالشوية رضوا فيه وانسحبوا. فهذيل مو مال ناس شنو أنتوا تثقون فيهم وينصرفون عنهم. فبالتالي بس اليهود نتشكل ثم نسير إليه في عقر داره فنقاتل على وتر حديث وقديم، على عفوا على وتر حديث وقديم، يعني بالأحقاد بال يعني المشاعر السلبية اللي عندنا الآن والسابقة ثاراتنا القديمة نجمعها كلها ضد النبي صلى الله عليه وآله حتى أن يكون عندنا عزيمة وقوة في شنو؟ في مقاتلة المسلمين. فقالت اليهود هذا الرأي خوش رأي. فقال كنانة إني قد خبرت العرب. كنانة عارض منه الحين صاحبنا اللي كان يتكلم، قال إني قد خبرت العرب فرأيتهم أشداء عليه. لا، أنا أشوف القبائل العربية ما يواطنونه، ما يواطنون المسلمين، أشداء على المسلمين، أشداء على النبي، وبالتالي إحنا يكون نستعين فيهم وحصوننا هذه ليست مثل ما هناك. إذا أنت تشوف حصون اليهود في المدينة في يثرب تساقطت وكانت قلاع بسيطة من حيث التحصين كذا، حصوننا هذه أمنع. أنا ما أشوف نطلع ونغزو، أنا أشوف نقعد داخل ونبقي على تحالفاتنا مع العرب ونتساعد ضد النبي. ومحمد لا يسير إلينا أبدا لما يعرف. إذا عرف من التحالفات العربية معانا ويدري هو شنو حصوننا ما راح يتجرأ. وبالتالي لا تخرجوا وتخلوا خيبر، ننطر نشوف. وأنا قناعتي إنه ما راح يهجم علينا أصلا. إذا كان أكو نية للتحرك، نية للغزو، أكو آراء عندهم، وهذه الأمور أحيانا كانت تصل إلى مسامع النبي صلى الله عليه وآله من خلال بعض العرب، بعض القبائل العربية اللي كانوا يروحون إلى خيبر وكذا من المشركين، يتبضعون يشترون كذا، يسمعون أخبار يروحون المدينة يكملون تجارتهم، يلقون إلى المسلمين أيضا بعض الأخبار. فالأمور كانت توصل، ما كانت خافية بهذا الشكل. فبالتالي النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يسبق هذا كله بالإضافة إلى أن يؤمن المنطقة هذه. ما هي الإجراءات العسكرية التي اتخذها النبي صلى الله عليه وآله؟ عموما إحنا إذا نشوف غزوات الرسول عنده عدة إجراءات، هي قواسم مشتركة تتكرر من غزوة إلى أخرى. أهم إجراء كان يعتمد النبي سابقا في غزواته ولاحقا أيضا مثل ما شفنا في فتح مكة العام الماضي، السرية ومباغتة العدو. ما كان حتى يخبر المسلمين وين بنروح، ما كان يقول لهم جهزوا. يتجه شمال لكن شمال وايد أهداف موجودة، يتجه جنوب وايد أهداف موجودة، فكل واحد يحتمل أنه هو المقصود بالغزو. ثم يفاجئ النبي في اليوم يومين الأخيرين بحيث يباغت العدو، ما يعطي فرصة للاستعداد أو الخروج إلى منطقة تكون مناسبة لهم للقتال. فكان يحافظ على هذا، يباغت العدو، وأحيانا كان يمشي باتجاه مثل ما شفنا العام في فتح مكة، يمشي باتجاه كأنه رايح باتجاه معين ثم فجأة يغير اتجاهه بالمقصد نفسه اللي كان، حتى أنه لو في جواسيس لو في ناس في الطريق من الأعراب يسايرون النبي يوصلون الأخبار، يوصلون أخبار غلط. وبالتالي النبي كان يحافظ على هذا. هنا لا نجد هذه القضية في غزوة خيبر. نلقى من المدينة الكل عارف أننا بنروح خيبر، وهذا يبدو أن الظروف هي اللي يعني ما كانت تسمح أن النبي صلى الله عليه وآله يخفي هذا الأمر، أو ما كانت تستدعي أنه يخفي هذا الأمر. مو واضحة الصورة بشكل كبير، لكن المعروف حسب النصوص أن المسلمين وحتى اليهود اللي بقايا اللي موجودين في المدينة كانوا يعرفون أن أكو حركة إلى خيبر.
قال الواقدي في مغازيه: وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه بالتهيؤ للغزو فهم مجدون، وتجلب من حوله يغزون معه. أرسل إخباريات إلى القبائل المتحالفة مع المسلمين من القبائل العربية القريبة من المدينة أن تعالوا يبوا قواتكم، يلا انضموا لنا حتى نغزو. وجاءه المخلفون، هذيل اللي أهما وقت الحزة اللي يبيهم الرسول تشوفهم يبتعدون يتعذرون كذا من القبائل العربية هذه، أو اللي ينطرون يشوفون أن القضية محسومة أكيد وفيها غنائم تمام، ذاك ساعة عيون يلتحقون. أما إذا شافوا بس قتال وكذا وما في شيء من وراها تشوفهم مربكين للوضع وأحيانا يتخلفون. وجاءه المخلفون يريدون أن يخرجوا معه رجاء الغنيمة، خيبر وما أدراك ما خيبر من غنائم، أمس شفنا شنو هي خيبر. فقالوا: نخرج معك، هالمرة احنا بنطلع معك يا رسول الله، نبي نقاتل وكذا. وقد كانوا تخلفوا عنه في غزوة الحديبية، في العمرة يعني، هذه نفسها يسمونها الغزوة، هذه في العمرة اللي خرج فيها النبي. النبي كان مستدعيهم وهم مايوا، لأن كانوا يشوفون أن الرسول ما يقدر يواجه أهل مكة ومو طالع بسلاح وكذا، شيء ممكن أنه يحصل من خلاله غنائم وانتصار، فما خرجوا مع النبي. وأرجفوا أكثر من هذا، يطلعون إشاعات النش وين تقدرون إش عندكم كذا، وأرجفوا بالنبي صلى الله عليه وآله وبالمسلمين. هني هالمرة لا، شافوا أن حساباتهم ممكن يحصلون شيء زين. نخرج معك إلى خيبر، إنها ريف الحجاز طعاما وودكا وأموالا، هذه اللي هي تغدق على الحجاز بكل هذه العطايا خيبر، فنروح ونحصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد، فأما الغنيمة فلا. إذا نيتكم الغنيمة يمكن ما أعطيكم شيء، يمكن ما نحصل شيء، يمكن ما أعطيكم غنيمة، لا تحطون، تبون قتال تيون قتال. وبعث مناديا فنادى: لا يخرجن معنا إلا راغب في الجهاد، فأما الغنيمة فلا. كأن يأيسهم من الربح المادي، مع أن الربح المادي إذا صار انتصار وهذا كان موعود فيه الرسول صلى الله عليه وآله، والآية القرآنية شفناها هو شيء مترتب، لكن قد يكون النبي ياخذ قرار أن الغنائم ما توزع، أو الغنائم تصرف في جهة معينة أو تحرم من جهة معينة، فبالتالي كان يقول لهم بأن لا تأملون على الغنيمة، تخرجون للقتال. الآن بعض يهود المدينة بدأوا غير الأراجيف والإشاعات أو يعني تثبيط العزائم في الواقع اللي كانوا يبثونه مثل ما شفنا مساعة، هم عندهم كانت حركة ثانية. هذيل دائما يكونوا متمولين، وأهل المدينة فيهم ناس فقارة، فذيل شي يسوون؟ أنا مطلوب لليهودي هذا، أنا مطلوب هذاك، مطلوب لليهودي الثاني، وهكذا. مدام أنا مطلوب كأن رقبته شنو محبوسة عند هذا الشخص، يعني لازم يفك دينه أو يسمح له إنه يغادر، لأنه ممكن يموت قتال، ولما يموت هذا صاحب الدين اليهودي ما راح يقبض شيء. فبدأوا يستخدمون هذه الوسيلة حتى يربطون بعض المسلمين ما يطلعون في الغزوة. يقول: فلما تجهز الناس إلى خيبر شق ذلك على يهود المدينة الذين هم موادعون لرسول الله صلى الله عليه وآله، وعرفوا أنهم إذا دخلوا خيبر أهلك الله خيبر كما أهلك بني قينقاع والنضير وقريضة. قال: فلما تجهزنا، هذا الراوي ينقل، لم يبقى أحد من يهود المدينة له على أحد من المسلمين حق إلا لزمه. قال: أنا أطالبك ما تطلع سدد لي ديني، وهذا طبعا ما عنده، لو عنده أخو كان يسدد له، ما عنده، يقول له ما تطلع أنا أطالبك، وإذا تبي تطلع اشتكيك عند النبي، والنبي ما راح يخليه يطلع، إذا كان على دين النبي ما يخليه يطلع. وكان لأبي الشحم، هذه واحدة من المفردات، راح نأخذ القصة الآن، واحدة من المفردات، وكان لأبي الشحم اليهودي عند عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي 5 دراهم في شعير أخذه لأهله، مبلغ بسيط يعني 5 دراهم شوية شعير يسوونه خبز وكذا، فلزمه، قال له: تعال أنت ما تطلع. فقال عبد الله: أجلني. ف
فإني أرجو أن أقدم عليك، يعني بعد الغزوة نحقق الغنيمة وأرجع فأقضيك حقك إن شاء الله. إن الله عز وجل قد وعد نبيه خيبر أن يغنمه إياها، وكان عبد الله بن أبي حدرد ممن شهد الحديبية. فبالتالي الآية القرآنية اللي إن ومغانم كثيرة أنتم راح تحصلون الآن لا يضيق خلقكم، إحنا أنا مشارك في هذا المكان، فبالتالي أنا موعود بشيء من هذا العطاء. فقال يا أبا الشح إنا نخرج إلى ريف الحجاز في الطعام والأموال. فقال أبو الشحم حسدا وبغيا، تحسب أن قتال خيبر مثل ما تلقونه من الأعراب؟ أنت تقول لي إن رايح تروحون تحصلون هالطعام والأموال من خيبر؟ لا، خيبر ما راح تنفتح لكم. تحسبونهم أهل خيبر مثل هالأعراب اللي موجودين كنتوا تقاتلونهم وتنتصرون عليهم بيوم واحد أو يومين؟ لا، هذيل خيبر فيها، والتوراة يقسم هني بالتوراة، فيها والتوراة 10,000 مقاتل. قال ابن أبي حدرد أي عدو الله تخوفنا بعدونا وأنت في ذمتنا وجوارنا؟ والله لأرفعنك إلى رسول الله. فقلت، راح حق النبي عبد الله بن أبي حدرد واشتكى، فقلت يا رسول الله ألا تسمع إلى ما يقول هذا اليهودي؟ وأخبرته بما قال أبو الشحم، فأسكت رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يرجع إليه شيئا. النبي سكت ما قال شيء، إلا أني رأيت رسول الله حرك شفتيه بشيء لم أسمعه. الرسول قال شيء، الحين دعا على هاليهودي، دعا الله سبحانه وتعالى بشيء معين أيا كان. فقال اليهودي، طبعا هني اليهودي قاعد وهذا قاعد يشتكي، غريمين جايين يشتكون. فقال اليهودي يا أبا القاسم هذا قد ظلمني وحبسني بحقي وأخذ طعامي مطلوب، والآن يبي يطلع وخروجه ظلم حقي أنا لأني ما أضمن ديني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أعطه حقه، يقول حق عبد الله. قال عبد الله فخرجت فبعت أحد ثوبي بثلاثة دراهم وطلبت بقية حقه فقضيته. هو كان مطلوب 4، باع هذا الثوب، كان عنده ثوبين بس يلبسهم، باع ثوب واحد ظل بالثوب اللي لابسه بثلاث دراهم، ودبر الدرهم الرابع بطريقة ما، ولبست ثوبي الآخر وكانت علي عمامة فاستدفأت بها. المهم سدد الأربعة وفك رقبته من شنو؟ من هذا اليهودي، وخرج مع النبي. هذه كلمة فاستدفأت بها واحدة من القرائن تبين أنه كان أكو جو شنو؟ بارد على الأقل بالليل، مما قد يقرب التاريخ شهر 9 إن كان النص صحيحا، إن كان هذا المقطع دقيق. المهم وأعطاني سلم بن أسلم ثوبا آخر، هم الله رزقه هدية من واحد المسلمين فصار عنده ثوبين، فخرجت في ثوبين مثل ما كان ناوي من الأول يخرج بثوبين، وهم قضى دينه وخرج وسيغنم بعد ذلك. ونفلني الله خيرا لما انتصرنا هناك وغنمت. والطريف ان صار عندي من الغنائم امرأة يهودية يعني من سبي خيبر، بينها وبين أبي الشحم قرابة، فبعتها منه بمال. يعني لما جبت المرأة هذه وياي للمدينة اشتراها مني، حررها مني اليهودي نفسه أبو الشحم اللي كان يطالبه فلوس، عطاني فلوس في مقابل هذه الامرأة لأن كانت تصير له، فكان يضايق أن يشوف وحدة تصير له تكون أما عند مسلم، وبالتالي غنم بهذا الشكل، وهم طلع حرته في هذه الشغلة من خلال هذا الحدث اللي شفناه. طيب الآن المسلمين تجهزوا، توصل أخبار إلى خيبر أن أكو حركة عند المسلمين في المغازي، وكان اليهود يقومون كل ليلة قبل الفجر فيتلبسون السلاح ويصفون الكتائب وهم 10,000 مقاتل، إلى آخر النص اللي تداولناه قبل قليل. وذلك أنه بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله سائر إليهم. من اللي جاب لهم هالخبر؟ وكان رجل من فزارة من غطفان حليف لهم، قدم بسلعة إلى المدينة فباعها ثم رجع، فقدم عليهم فقال
تركت محمدا صلى الله عليه وآله يعبئ أصحابه إليكم. إذن وصلهم خبر الاستعداد. قال الواقدي: وكانوا قد اختلفوا فيما بينهم إن شو نسوي، حيث أحسوا بمسير رسول الله صلى الله عليه وآله، فأشار عليهم الحارث، هذا من أبطالهم ومن قادتهم، أبو زينب اليهودي، بأن يعسكروا خارجا من حصونهم ويبرزوا له، لا يتكدسون بالحصون، يخرجون برا قرب الحصن برا، فإني قد رأيت من سار إليه من الحصون لم يكن لهم بقاء بعد أن حاصرهم حتى نزلوا على حكمه في السوابق اللي حصلت مع بني قريظة بني قينقاع كذا. الحصون ما فادت، نطلع نكون قريب الحصن، ظهرنا للحصن لكن نقاتل عند الحصون. فقالت اليهود: إن حصوننا هذه ليست مثل تلك، عفوا النص هنا، لم يكن لهم بقاء بعد أن حاصرهم حتى نزلوا على حكمه، يعني حكم النبي، ومنهم من سبي ومنهم من قتل صبرا. فقالت اليهود: إن حصوننا هذه ليست مثل تلك، هذه حصون منيعة في ذرى الجبال، في قمم الجبال. فخالفوه وثبتوا في حصونهم. أمس شفنا بعض الصور شلون عالية هذه الحصون، يعني الصعود إليها في الوضع العادي هو صعب، فما بالك في حرب. أيضا العناية الإلهية لها دور في رعاية النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين في هذه الغزوة. هذا الاستعداد اللي كل يوم الصبح كانوا يسوونه، 10,000 يخرجون وكذا، يوم وصول المسلمين إلى خيبر، راح نشوف هذا الأمر مرة ثانية بعدين في التفاصيل، لو كانوا أيضا موجودين برا وبعدتهم وسلاحهم لعل حصل حرب خارج الحصن. في ذيك الليلة شوف اللي راح يصير. يقول: وكان قد استولى ليلة إذن نوم الغفلة على أهل خيبر، يوم اللي وصلوا المسلمين خيبر، فلم يشعروا بقدوم رسول الله، مع أنه كانوا يستعدون كل يوم صلى الله عليه وآله، مع أنهم كانوا قبل ذلك يبعثون، غير الاستعداد 10,000 اللي يطلعون يبعثون جواسيس وكذا يستكشفون المنطقة هل أكو أحد متحرك قريب. كل ليلة من رجالهم ركبانا متسلحة للتجسس والاستخبار عن جيش الإسلام، وفي تلك الليلة لم يتحرك أحد منهم حتى أن ديوكهم لم تصح. حتى الديوك الصبح هي تصيح، هذا اليوم الله سبحانه وتعالى ودوابهم لم تتحرك أبدا، هدوء تام. هم هم ناموا، صبح قاموا شافوا المسلمين موجودين بالمنطقة. ثانيا التدبير العسكري الثاني، التدبير الأول قلنا ما اتخذ النبي وهو السرية، ما اتخذه، لكن الله سبحانه وتعالى ساعده في يوم الوصول. التدبير الثاني قطع الإمدادات عن العدو، هذه نقطة مهمة، لا سيما أنهم كانوا متحالفين مع غطفان القوية. هني النبي راح يأخذ يعني بعض الإجراءات، بعضها راح نبينها الحين بشكل إجمالي، بعضها بشكل تفصيلي في تفاصيل الغزوة. يروي الواقدي: وانتهى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصهباء، ثم دعا بالأدلة، فجاء حسين بن خارجة الأشجعي وعبد الله بن نعيم الأشجعي، هذيل يدلون الطرق، لأن أمس قلنا أن الأرض وعرة ومو ممكن تسلك أي طريق، ممكن تتوه، ممكن تصير بمكان مسدود، ممكن تتورط كجيش أنت متقدم، فلازم يكون أكو أدلاء، هذيل الأثنين أدلاء المنطقة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لحسين: امضي أمامنا حتى تأخذنا صدور الأودية، حتى نأتي خيبر من بينها وبين الشام. أنت المدينة تحت وخيبر فوق، لما أنت تتحرك إذن أنت جاي من جهة شنو؟ الجنوب. الشام وين؟ بعد شمال. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول: ما أبي أدخل من الجهة الجنوبية، شوفوا لي منفذ ألف وأدخل من الشمال. فأحول بينهم وبين الشام وبين حلفائهم من غطفان، يعني أبي أصير من فوق، لأن جنوبهم مو الجهة اللي راح يلهم المدد، راح يلهم من الشمال، هالشمال هذا أبي أغلقه عليهم. هذا التدبير للنبي صلى الله عليه وآله. وروى ابن هشام: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله بجيشه حتى نزل بواد يقال له الرجيع،
فنزل بينهم وبين غطفان يتحول بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر، وكانوا لهم مظاهرين، مظاهرين يعني مساندين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بينهم تحالف. ويرجح خطاب صاحب المؤلفات اللي تناولنا مرة يعني من هو ومؤلفاته في كتاب الرسول القائد، بأن تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي الرجيع وهي من أرض غطفان كان لإيهام غطفان، يعني أكو هدف آخر مو بس يسكر المدد، لا، ويوصل رسالة مخادعة إلى غطفان، ترى الرسول جاي يغزوكم أنتم، وبالتالي ذيلا ما يدزون جماعتهم إلى خيبر وإنما يظلون في منطقتهم. وهي من أرض غطفان كان لإيهام غطفان بأن الهجوم موجه ضدهم وأن قوات المسلمين توشك أن تطوقهم. ثم عاد الرسول إلى خيبر، ولكنه يعني الرسول راح شمال إلى الرجيع، نزل إلى خيبر ولكنه أرسل مفرزة من أصحابه لمباغتة ديار غطفان بعد أن تركتها قوات غطفان الضاربة لمعاونة يهود. هذيل غطفان لما عرفوا مع اليهود أن النبي متحرك إلى خيبر دزوا قوة إلى خيبر، فعلا دزوها وصلت، أكو رأي يقول ما وصلت، أكو رأي يقول وصلوا، أكو رأي يقول دشوا بالحصون ثم انسحبوا، راح نشوف التفاصيل هذه بعدين ما تهمنا. المهم أن هذيل النبي دز مفرزة حتى شنو اتباغت هذه المنطقة، ونجحت المفرزة في إلقاء الرعب في ديار غطفان، وهذا راح نشوفه بعدين، مما اضطر هذه القبيلة إلى الإسراع بالعودة إلى ديارهم لحمايتها من تهديد اليهود المسلمين، وتركت اليهود وحدهم أمام المسلمين. وهذا اللي صار فعلا بهذا الشكل، فكك التحالف وأيضا أعادهم إلى شنو إلى ديارهم. شوف هذه المدينة جنوب، هني هذه المنطقة، لاحظ هني الجبال، على هذه الجبال والتلال موجودة مجموعة من الحصون، هذا حرف الحاء حصن نزار، هذا حصن، هذا حصن، هذا حصن، وهكذا. هني الجبل، ثم بعد ذلك الجهة الشمالية منه بعد الجبل منطقة غطفان. فالنبي صلى الله عليه وآله كان المفروض أنه يدخل خيبر من هذا الطريق، فيدخل من الجنوب، النبي لف عليهم لفة من الأعلى بحيث أنه حقق هذا الفصل ما بين غطفان وما بين اليهود، وأيضا أفزع غطفان القوة اللي كانت موجودة أو راحت توصل إلى خيبر ارجعت، هذا راح نشوف التفاصيل بعدين. لاحظ هذا النص اللي يبين أن خطاب هو أخذ الفائدة منه، الفكرة منه، في النص عن ابن إسحاق: فبلغني أن غطفان لما سمعت بمنزل رسول الله صلى الله عليه وآله من خيبر جمعوا له ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه على الرسول، حتى إذا ساروا منقلة مرحلة سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حسا، هذه المفرزة اللي بعثها الرسول، فعرفوا أن أكو حركة عسكرية هناك، ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم، يعني المسلمين بدل ما يروحون خيبر راحوا هناك، فرجعوا على أعقابهم فأقاموا في أهليهم وأموالهم وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين خيبر. هذه واحدة من يعني التصورات اللي موضوعة يعني كنصوص ضمن الخبر، وأكو نص ثاني يقول لا فعلا وصلوا أو دخلوا الحصن وبعدين انسحبوا. المهم النتيجة تحققت على كل حال. التدبير العسكري الثالث: وضع النبي صلى الله عليه وآله خطته وفق معرفته بنفسية اليهود واستراتيجيتهم المفضلة. لاحظنا في الحوارات السابقة نقعد بالحصن نطلع نقاتل كذا، دائما كان القرار النهائي البقاء في الحصن وعدم المواجهة على الأرض. وبالتالي القرآن الكريم يؤكد هذه الفكرة، بسم الله الرحمن الرحيم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هالاختلافات شفت بعض النصوص أيضا حصل في قريظة بني قينقاع، دائما كان بهالشكل، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وبالتالي خوفهم هذا النفسية متغلبة على التدبير العقلي، التدبير
اللي يفترض تفترض المواجهة، وبالتالي هذه العاطفة تتغلب عندهم، فهم قوم لا يعقلون، يعني عقلهم ما يتغلب على خوفهم الدائم من خلال تربيتهم اللي متربين عليها واللي تزرع عندهم هذه حالة الخوف المستمرة. نشوف هذه التفاصيل بعدين إن شاء الله في المواجهة. الآن عندنا بعض المشاهد في أجواء استعدادات النبي صلى الله عليه وآله في المدينة. روى الواقدي، طبعا إلى الآن احنا ما تكلمنا عن حركة النبي إلى خيبر في الطريق، هذا بكرة إن شاء الله، اليوم احنا بس ما زلنا في المدينة، لكن بعض الأخبار عن خيبر. جاء أبو عبس بن جبر فقال: يا رسول الله، ما عندنا، هذا واحد من الفقراء المعدمين، ما عندنا نفقة ولا زاد ولا ثوب أخرج فيه. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله شقيقة سنبلانية، نوع من الثياب لا قيمة، فباعها بثمانية دراهم، فابتاع تمرا بدرهمين، يعني شيء بسيط، لزاده، وترك لأهله نفقة درهمين طول مدة السفر، وابتاع بردة بأربعة دراهم. فبينا رسول الله صلى الله عليه وآله في طريق خيبر في ليلة مقمرة، إذ أبصر برجل يسير أمامه، واحد مو ملتزم مع الجيش وسبق حتى النبي في مقدمة الجيش، عليه شيء يبرق في القمر، شيء ضوء القمر ينعكس عليه، فبين نوره كأنه في الشمس، كأنه بالنهار، وعليه بيضة، أيضا عليه خوذة عسكرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من هذا؟ فقيل: أبو عبس بن جبر. هنا النبي يسترجع أن هذا ما كان عنده شيء وكذا، والرسول عطاه الثوب، يبي يعرف شو سوى هذا وليش مستعيل ورايح. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أدركوه. قال: فأدركوني، الآن هو نفسه أبو عبس هذا يقول لنا، فأدركوني فحبسوني وأخذني ما تقدم وما تأخر، وظننت أنه قد نزل في أمر من السماء، يعني امتلأ قلبي رعبا خوفا كذا، إن أنا مسوي شيء غلط، مسوي سالفة، يمكن آية نازلة في حقي، زين، فجعلت أتذكر ما فعلت، أنا شو مسوي اللي يصير إنه يحبسوني وأنطر والجيش يمشي وإلى الآن ما خذوا فيني قرار ولا قالوا لي شو السالفة، حتى لحقني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما لك تقدم الناس لا تسير معهم؟ قلت: يا رسول الله، إن ناقتي نجيبة، هذا من النوع اللي يسرع، بالتالي أنا ماكو مستن، فأعطيتها الخيط وهي مشت راحت. قال: فأين الشقيقة، الشقيقة التي كسوتك، أنا أعطيتك هذا الثوب حقك؟ فقلت: بعتها بثمانية دراهم، فتزودت بدرهمين تمرا، وتركت لأهلي نفقة درهمين، واشتريت بردة بأربعة دراهم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله ضحك التبسم كان، ثم قال: أنت والله يا أبا عبس وأصحابك من الفقراء، والذي نفسي، يعني شنو أنت تقول؟ تقول هذا أنت بعد، يعني هذه شنو، يعني مرات تذبح روحك عشان تسوي شيء، أنت فقير لكن دبرت حالك بهالثوب، زودت أهلك، وانت بهالتميرات اللي شوية تتاكل منهم حتى توصل إلى خيبر وتقاتل، وهم شريت لك ثوب، هم راكب على ناقة وياي مسابقنا ومستعيل وودك تقاتل، انتوا يا الفقراء يعني لكم، يعني قد تكون لكم العذر ان ما تخرجون، لكن لكم تصرفات وكذا تعجب النبي صلى الله عليه وآله، فابتسم: والذي نفسي بيده، لئن سلمتم وعشتم قليلا، يعني بعد مدة راح تشوفون، ليكثرن زادكم وليكثرن ما تتركون لأهليكم، مو بو درهمين وانت تاخذ لك درهمين وياك، راح تشوف راح تغتنون هذا ولا شيء، ولتكثرن دراهمكم وعبيدكم، لا وتصيرون ملاكة ويصير عندكم عبيد بهالدرجة راح تغتنون، لكن الخبر إن وما ذاك بخير لكم، لما تغتنون راح تخربون. الحين شوف إيش كثر أنت مستعيل ومخلص ودبرت أمورك، وعلى أقل شيء مستعد تخرج، راح يوم تغتنون تختربون. قال أبو عبس: فكان والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. مرت الأيام واغتنينا، وهذه العزيمة وهالتدبير وهالإخلاص وهالكذا اختربت عندنا، راحت بحبنا للمال وانغماسنا في تلك الأمور.
قال ابن هشام واستعمل النبي يعني صلى الله عليه وآله دائما لما يخرج كان يعين واحد يكون مسؤول على المدينة، نميلة ابن عبد الله الليثي، ودفع الراية إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه في النصر رضوان الله عليه، وكانت بيضاء. وروى الواقدي واستخلف رسول الله صلى الله عليه وآله على المدينة مو نميلة وإنما سباع ابن عرفطة الغفاري. النساء كانوا أيضا موجودات كما في غزوات أخرى مع النبي صلى الله عليه وآله، يساعدون في أمور عديدة منها المداوات. عن أمية بنت قيس بن أبي الصلت الغفارية قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وآله في نسوة من بني غفار، هذه قبيلة عربية اللي ينتسب لهم أبو ذر، وهي قريبة من المدينة تقريبا شمال غرب المدينة موقعهم، وهم من الأعراب من البدو اللي يسكنون البادية مو في المدينة. فأهما لما عرفوا الرسول بيخرج مجموعة من النساء من بني غفار قدموا على النبي، فقلنا: إنا نريد يا رسول الله أن نخرج معك في وجهك هذا، في وجهتك هذه يعني، فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: على بركة الله. قالت: فخرجنا معه. في نص آخر عن ثبيتة بنت حنظلة الأسلمية، بني أسلم قبيلة أيضا بدوية أخرى قريبة من المدينة، مسلمين ومتحالفين مع النبي صلى الله عليه وآله، هذه أيضا تنقل عن أمها أم سنان قالت: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله الخروج جئته فقلت: يا رسول الله أخرج معك في وجهك هذا، أخرز السقاء، الجربة تحتاج إلى خياطة كذا، يعني أعد لكم وسيلة الحفاظ على الماء وكذا، فهذا شيء المرأة تسوي، بالتالي أساعدكم في مثل هالأمور. هذا مثال، أخرز السقاء وأداوي المرضى والجريح إن كانت جراح ولا يكون، يعني إن شاء الله ما يصير عندنا جرحة، لكن إذا بيصير جرحة كذا، وأنظر الرحل، أنظر الرحل يعني شغل المرأة بالبيت شو تسوي، هي ترتب تنظف كذا تسنع، فأيضا الرحل رحل المسلمين هالقوات هذه احنا دورنا أيضا نرتب نعدلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: خرجي على بركة الله، فإن لك صواحب قد كلمنني، في نساء غيرك أيضا، وأذنت لهن من قومك، من قومك اللي هو بني أسلم ومن غيرهم، فإن شئت فمع قومك، إذا تبين تروحين معاهم، وإن شئت فمعنا مع أهل المدينة. قلت: معك. قال: فكوني مع أم سلمة زوجتي. فإذا أم سلمة أيضا مع النبي، عادة هكذا الرسول ما يخرج إلا ومع على الأقل إحدى زوجاته. فكوني مع أم سلمة زوجتي. قالت: فكنت معها، وكان رجال من أصحابه بعدين في الغزوة قد جرحوا، هي تقول: فكنت أداويهم بدواء كان عند أهلي، دواء خاص فينا احنا نعرف نسوي فيبرؤون، فكان ياب ثمرة، تقول خروجي أتى بثمرة مباركة للمسلمين. في نص: وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة 20 امرأة، أم سلمة زوجته، وصفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وآله، وأم أيمن، وسلمة امرأة أبي رافع مولاة النبي صلى الله عليه وآله، وامرأة عاصم بن عدي، وهذه زوجة عاصم كانت حامل قريبة ولادة وهم طلعت معهم، بحيث أنها في الطريق لما وصلوا إلى خيبر ولدت هناك، ولدت بنت سموها بعدين سهلة، ولدت سهلة بنت عاصم بخيبر، وأم عمارة نسيبة بنت كعب، وأم منيع وهي أم شباث، وكعيبة بنت سعد الأسلمية، وأم متاع الأسلمية، وأم سليم بنت ملحان، وأم الضحاك بنت مسعود الحارثية، وهند بنت عمرو بن حزام، وأم العلاء الأنصارية، وأم عامر الأشهلية، وأم عطية الأنصارية، وأم سليط. إذن من مكة، من المدينة، من الأعراب، تشكيلة من النساء خرجنا مع النبي. أيضا الرسول اصطحب بعض اليهود من الموادعين له في المدينة، أخذهم معه. ليش؟ النصوص صراحة ما تبين ليش أخذهم معه، هل كان الرسول يحتاج لهم في بعض الأمور اللي تخص اليهود، كان يتوقع يصير شيء يحتاج لهم فيه، قد يحتاجونهم في بوساطات معينة إلى آخره، تدبير نبوي يحتمل كل هذا الأمر، أن الرسول صلى الله عليه وآله يحط عدة احتمالات وبالتالي يستنفع من هؤلاء.
عن حزام بن سعد بن محيصة قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله بعشرة من يهود المدينة غزا بهم إلى خيبر، وكان معهم مملوكون، يعني حتى بعضهم مع عبيدهم خرجوا، منهم عمير مولى أبي اللحم، وقد تقرأ أبي اللحم أو أبي اللحم. عدد الفرسان اللي كانوا على الخيول بين 200 إلى 300، ويقول الواقدي أن 200 أثبت أدق. الخبر الطريف لعل راح نختم في اليوم، اللي هو قريش تتراهن من يفوز، قريش في مكة يتراهنون من يفوز، المسلمين ولا اليهود. في المغازي عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سئل عن الرهان، قالوا له: تعال أنت كنت موجود في مكة ساعتها، خبرنا شنو صار في مكة عن الرهان التي كانت بين قريش حين سار رسول الله صلى الله عليه وآله إلى خيبر. وهذه مو أول مرة، أكو رهانات ثانية بعد، واحدة فتح مكة أيضا شفناها العام الماضي، هذه عادتهم كذي. فقال: كان حويطب بن عبد العزة يقول: انصرفت من صلح الحديبية وأنا مستيقن أن محمدا صلى الله عليه وآله سيظهر على الخلق. أنا كان عندي قناعة أنه هو ماشي بدربه وراح ينتصر في كل مواجهة، فالمفروض أني أصير مسلم، هذا حويطب يقول. ولكن مشكلتي: وتأبى حمية الشيطان إلا لزوم ديني. لكن كان عندي هالعصبية للشيطان، ولقي الشيطان كان يقص عليه، طبعا هذا بعدين على أساس دخل في الإسلام وهو قاعد ينقل حادثة قديمة، إلا لزوم ديني فظليت مشرك. فقدم علينا عباس بن مرداس السلمي فخبرنا أن محمدا صلى الله عليه وآله سار إلى خيابر. عباس من الأعراب، من إحدى القضاء العربية، هذا عباس بن مرداس مر علينا في غزوة حنين اسمه أكثر من مرة. عباس بن مرداس وياب لنا الخبر أن الرسول توجه إلى خيبر وأن خيابر قد جمعت الجموع، فمحمد لا يفلت، بالتالي ما راح يقدر ينتصر في هالمواجهة. إلى أن قال عباس: من شاء بايعته، أنا أبي أراهن، اللي يبي يراهني لا يفلت محمد، أنا رأيي أنه ما راح ينتصر، هم راح ينتصرون اليهود. فقلت: أنا أخاطرك. حويطب يقول، هذا حويطب اللي يقول أنا كانت قناعتي أنه دائما راح الرسول يفوز وراح الإسلام يعلو. فقلت: أنا أخاطرك. فقال صفوان بن أمية: أنا معك يا عباس، انضم للي يقولون الرسول ينهزم. وقال نوفل بن معاوية: أنا معك يا عباس، صاروا أكثر. وضوى إلي، انحاز إلي نفر من قريش اللي هو حويطب ذاك الصبح، فتخاطرنا. شنو الرهن على شنو؟ 100 بعير خماسا، نوع من البعير، 100 إلى 100 بعير، 100 بـ100، هذا حط 100 وهذيل حطوا 100، اللي يفوز يأخذ 100 للثاني. أقول: أنا وحيزي، أنا وجماعتي، يظهر محمد اللي هو راح ينتصر، ويقول عباس بن مرداس وحيزه تظهر غطفان. فاضطرب الصوت، فقال أبو سفيان بن حرب، طبعا غطفان باعتبار مع اليهود متحالفين: خشيت ولات حيز. فقال أبو سفيان بن حرب: خشيت ولاتي حيز عباس بن مرداس. يعني شنو؟ أبو سفيان يقول: أنا مو مطمن إن الرسول ينهزم، أنا مو مطمن للمجموعة اللي يقولون إن الرسول راح ينهزم، أنا رأيي لا، إن راح ينتصر على اليهود بعد. هذا أبو سفيان يقول هني. فغضب صفوان وقال: أدركتك المنافية، لأن النسل راح نشوف نسلهم واحد، الرسول صلى الله عليه وآله عبد مناف جدة، وأبو سفيان جدة الكبير أيضا عبد مناف، فيقول له يعني تشاخي لواحد من أسرتك. فأسكت أبو سفيان، وجاءه الخبر بظهور رسول الله صلى الله عليه وآله أن انتصر بعدين، فأخذ حويطب وحيزه الرهن وفازوا في رهانهم. هذه المنافية لاحظها بهذا النسب، نسب أبي سفيان صخر، اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شبس بن عبد مناف، الرسول صلى الله عليه وآله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فإذا هاشم أخو عبد شمس، وبالتالي الجد يلتقون فيه اللي هو عبد مناف، عشان كذي قال له
أخذتك أدركتك المنافية. إن شاء الله يكون لنا لقاء في الغد، والحمد لله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.